مش غيره يفوت على بالي مهما عيني تغلى عليا عمره ما يغلى علي الغالي قلت لقلبي اخبي فين قال لي شيليه بين الرمشين قلت لقلبي اخبي فين قال لي شيليه بين الرمشين بس عزولي امانة قولولي مالو ومالنا وجالنا منين منين منين. هاي اسكنينها يا جرسون حتى اردتيك حمار. يا سلام على صوتها، يا سلام على شعرها، يا دهوتي على خصاي الجديل، يا سلام على سنانها اللولي. ميرسي قوي يا خوخة. على فكرة شفت الاتنين المخابيل اللي كانوا قاعدين جنب بعض في الصالة؟ قصدك مين؟ هيكونوا مين يعني؟ مجانين مريض حسن وسيف أهلاوي. انت جاي ورايا ليه؟ انت جاي ورايا. على هنا، انت رايح على فين؟ انا رايح هنا. وانا رايح هنا. انا هكسر وش، انا هكسر دماغك. شيء بارد، شيء بتلج، شيء فريجيدير. رجال انت مية ساعة. انت 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 جايين ليه؟ عايزين ايه؟ انا عاوز اكلم مدموزيل مريكا دقيقة ونص. خدي. انا عاوز اكلمها ثلاث دقايق مكالمة شخصية. خدي خدي. اتفضلوا ما تزودوش عن المدة. هي موجودة؟ اتفضلوا. اهلا وسهلا. اسكت انت. انا جاي عشان انكتم انت. المدة خلصت، عايزة مدة تانية. اهو. تسمحوا بقى تروحوا حالا لان زمان بابا جاي يشوفكوا راح يخلي وقتكم سودا. انا قلبي حديد، انا قلبي صلب. يا ماما خبيني والنبي داريني. خبيني داريني والله يا حبيبي. رخوخة. نعم يا خوالة. جبتوا من جوه هنا البيت بتاعي انا بردان سوائل. حاضر يا خوالة. وسبتكتوا بارد. حاضر. انا كلمتوا جيبوا البنتو. وبعدين معاك بقى يا خواجة. حاضر. وسبتكتوا بارد. حاضر. عشان مش جبتوا البالتو. يا خواجة غلبتني، جبتوا البالتو مش جبتوا البالتو، ما ترسلك على حالي. انا كلمتوا جيبوا البالتو، يعني جيبوا البالتو. نص البلد يلعبوا. افرض. دول لازم العفاريت يا بابا. العفاريت ايه بريك؟ بابا انت قلبك جامد؟ زي خيط زلط. انا سمعت ان الارتيست اللي هنا بيقولوا الحته دي فيها عفاريت. الحقي طلع العفاريت قوي. ما بقدرش يا ستي، انا جسمي بيتلبش. لا مش من ايد حسن وفهلاوي، طلع لهم قوي. ده هو بيعفريت يا رجاله. الله يخرب بيت ابوكي. يلا اشتغل اشتغل. شعر ولا دعم؟ لا لا شعر طبعا. بس اسمع يا خواجه، قبل ما تحلقلي خد بالك من التعليمات. الناحيه دي تخلي الشعر مسبسب، والناحيه دي فرقه على فرنسيه. حد شيلوا البرنيت. السعر بتاخد ريدك ما ينفعش سبسبه، ده ما يجيش الا دفاير. انا ليله امبارح كنت بتفرج عليكي وانت بتغني في كازينو هول اهو، جننتيني، بقيت اصرخ وشد في شعري. ما هو باين اهو. لكن انت ازاي بتشتغلي بالليل مغنيه وبالنهار حلاق؟ ده كتير عليكي، تتعبي تتبالي. انا الوظيفه بتاعتي مغنيه، لكن بنيجي نشتغل هنا بالنهار على الكيس عشان اساعد بابا. كده اشوفك الليله في الجزم. اوروار. اوروار. اوروار.
مين؟ ست جميلة؟ صباح الفل على عويناتك يا سي روميو. صباح الفل. شو هالإشارات الدوية والبوسات اللاسلكية؟ يوه انت واخدة بالك؟ لا والله ده انا اصلي ببعت طرد من الشباك للباب. شو طرد؟ جوات منه بوسة رومي. جواه بوسة رومي، جبنة رومي. انت زعلانة ليه؟ مش كل واحد حر؟ انا هون حرصة على اخلاقك. بيك لما جابك عندي هون في البنسيون وصاني عليك عشان تذاكر دروسك وتاخد الشهادة تبعك. اعذريني يا مدام جميلة، الحب وحش، الحب حراق. انا بحب ماريكا، بموت في ماريكا. تصوري علشان اشوف ماريكا، اروح عند ابوها في الدكان يوميا يحلق لي 7-8 مرات دقني لغايه وشي ما يتسلخ. منيح والله. بالنهار بيسلخ وشك بالصالون، وبالليل هي بتسلخ محفظتك بالكباريه. منو هيك؟ وحياه الله لا بعت لي بيك جواب بحكي له على كل شيء ازعر. لا انا في عرضك. ابويا كل اللي يعرفه عني ان انا بذاكر في الجامعه. بتذاكر في الجامعه ولا بتذاكر في اثينا؟ وحياه المرحوم جوزي غنطوس لا بعت له جواب. وهون عندك برضو، انت ما كنتيش بتحب المرحوم غنطوس جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي. ما كنتيش بتبقي سعيده لما بتحلمي بغنطوس جوزك؟ ايه. ما كنتيش بتبقي فرحانه لما بتقعدي مع المرحوم غنطوس جوزك؟ يا دلي يا دلي، يقصف عمرك اسف العود اليابس. حرقت قلبي على غنطوس جوزي. يدلي يدلي. دخيل الله عن اذنك. الو، كم سد وكم رد وكم خجران وكم وكم. يا سلام، انا نموت في السير العرب. من فضلك مسيو حسن جبت رقبتك النخيادي. ما اقدرش يا خواجه، ما اقدرش، رقبتي فيها اللومباجو. يا عيني ادي خاصم اللومباجو. معلش، اصله اتنقل الناحيات. زي اصله لومباجو متحرك. انا مش عارف. ادي مسيو خزن مسكيدة بدين الموز ياخد رقبة خدريتك. يا خلاوة خدريتك، يا جمال خدريتك، يا خراب على لينين بتاع خدريتك. سخيف نسيم. انت شايف انا حلو؟ حلو بس؟ ده انت لازم امك كانت بترضعك حلاوة طحنية. انا عايز افوسك. تفضل مسيو خزن. بعدين يا خواجه بعدين. مالك؟ وش تهارى؟ من ايه؟ من موس ابوك. ميرسي. واخد بالي قوي. من ايه؟ من ابو علي. ده واقع قوي. ابوك نازل في حلاقه وهو نازل فيك عواطف حراقه. اسكت لبابا يسمع. ايه؟ مادام خايفة عليه تبقي بتحبيه. انا بستلطفه، بيقول لي نكت بتضحكني. ودي روميو نمرة 2، الأستاذ فهلوي. اوه، ده هوسني خالص. في الكازينو يقول لي شعر، وهنا يقول لي شعر، وأنا مش بنفهم حاجة من الشعر ده. ومال؟ واحد يقول لك شعر، وواحد يقول لك نكت. حنانك ليك فهذا فتاك، أواه منك وآه ما أقساك. أنا مش فاهمة حاجة من الكلام ده. يا ذات الجمال، يا ذات الدلال، تقبل شعري فهذا خيالك. عربي من فضلك عربي. أمال أنا بكلم إيه؟ برازيلي ده شعر عربي. يا مريكا شعش هبط على جناني فنطق به لساني. و مش فهلاوي. فوقني عن إذنك. عدى المسيو فخلاوي. مش معقول. زي خدريتك ملتهب. زي نار 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 نار. يعني خدريتك خاجة في المسران الأعور؟ لا، في القلب الأعور. من إيدي؟ من الشعر، من الحب. طب وخياة الربون، تعرف أنا نخيب خدريتك على سنه؟ سنه؟ على سن خدريتك ساير وأنا ساير.
انت شاعر؟ وانا يا ربت السير العربي زي المويه. تبقى من سلالة ابن الرومي. هو ابن الرومي دي يبقى لابن اختي اللازم. لازم حافظ شعر قيس وليلى. ادي قيس وليلى انا يا ربت اخصم منه. اسم السير بتاع قسطنطينو وهي الاستغرولة. اسمع اسمع اسمع. انا خبيت وسيت وكل ما نشوفك نقول يا ريت نلاقي الدواء ويجي الخاوة سوا وكلوستو في البيت. كويس عال 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 عال. لا مؤاخذة انا مستعجل هربت شعر دقني. انا سلام يا بيه. عن اذنك. لا لا يا سلام يا بيه. تعرف انا نحب نقص سارك ليه؟ ليه؟ علشان سارك سار ريجي زي. الو اهلا ازيك يا حبيبتي؟ ايه هو البعبع واقف جنبك؟ ايوه يا حبيبتي. بتقولي ايه يا مدام؟ بكره الاثنين والصالون قافل. انا عازمك على السينما الساعه 10 الصبح. تحت امرك يا مدام. انا هبعت لك التذاكر دلوقتي خليهم معاكي وبكره هقابلك جوه السينما. حاضر يا مدام. ايه عايزه تبوسيني؟ ازاي بس ده يا مدام؟ وفي ابري بوسيه دي واخد مدام مش واخد ذكر. البوسه دي بامر الخواجه يا مدام. يا عيني جت في عيني يدوم عزه. نيلي لابوكي وقرفار. حضرتك المدموزين مارينا؟ مارينا؟ مارينة ايه؟ ماريكا. ايه؟ تذاكر سينما. فين؟ ده واحد افندي جه قطعهم من السينما وقال لي سلمه المدموزين مارينا. اسمه ايه يا فندي؟ معرفش. هو قال انه هيستنى المدموزين بكره الصبح جوه السينما. طب روح. سعيدة. مين دي اللي عايز يروح معاك السينما؟ ده واحد رذيل انا مش بنحبه. هو اللي بيضايقني. انا لازم اديله واحد درس مش ينساه طول عمره. اذا كان عرفته. اذا كان عرف هو. وواخد زبون في الصالون. ايوه زبون. كويس. يمسك التذكره دي يديله هو. انا يمسك التذكره دي. انت فخم انت يروح هو في السينما سوا. انا يروح بعدين ونمسكه ونديله واحد على مش ينساه بعدين. انا متكسر. ماريكة القلب ان القلب يهواكي الا فارحمي وجهي من امواس اباكي. مسيو فهلاوي كلامك حلو قوي. مسيو فهلاوي كلامك حلو قوي. لكن ده شعر جميل. انت كمان شعره زيك. لما بشوفك بشعر بمغص. مغص؟ انت ريفافورم. لا مغص في القلب. خفقان يعني. تمام. اسمع يا فوفو. ايوه يا كوكو. انا عزمك على السينما بكره. تسمح؟ اسمح. خد التذكرة دي واستناني جوه السينما. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. يا له من فم، يا لها من شفا، يا لشهد بها كدت أن أرشفا. ايه ده يا اخينا ده؟ ما تحطش ايدك هنا ابدا. Thank you.
حبك يا لامان وتاخد غير ماريكا يا ماريكا سمعت المزيكا بصيلي وحبيني يا ماريكا وفتحتوا الشبابيكا ماريكا 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 يا سكرياني يا سكريو خاصة طمنا كروياني قفشت الراجل اللي بيخبوا ماريكا
امال انا من يلعب دخلت لك عليه اسكندراني اديته واخد وس في خليته نزل لي مناخير. مناخيرك انت؟ وماله ما انا نزلت له سف سنانه. برافو على نبهتك، عرفت تقفش الحبيب. امال هنا في واحد مخ نضيف. ما هو باين اهو. خواجة قال لي بابا دبلو جواب من قدينا. عم خاجة خلوة، خاجة خلوة، خلوة، خلوة أوي. ده لازم جواب كويس أوي يا خواجان. جواب لوز، أنت الويسي بتاعك خلوة عليا يا خلولي. إيه الحكاية؟ أخويا يكتب من لاتينا إن في واحد أرتيست كبير في الأوبرا اسمه ماركو كيرياكو، شاف الصورة بتاع المريكة، خبه على طول عاوز يجوزته. مش ممكن، مستحيل. علشان ايه مستحيل؟ انت ما تقدرش تجيب عريس من اتينا من غير اذن استيراد، ثم كمان مش يجوز يطلع عريس اعرج اعور اخنف. العروسه لازم تشوف العريس قبل ما تتدبل فيه. سستوري كمان اخويا اتكلم في الجواب ان العريس راح يجي في الكاير، ولما يجي نشوف هو. اه دماغي صداع صداع. دي من الفرخة. أيوة، أصل الفرخة منضرة على ديك بلدي مش ديك رومي. لكن أخويا كلمته في الجواب إن الخواجة العريس الشكل بتاعه خيلو أوي، وعنده واخد دجن سكسوكة. وإذا صح برضه تجوز بنتك لواحد بسكسوكة وإنت اللي نازل حش في سكاسيك الناس؟ آه مش شغلك بريك. أنا عيانة. سلامتك، هتقول أسبرينة. لا لا لا، هي جيت تتعبانة علشان هي فرخانة. يلا يلا يلا، هي روعة البيت دلوقتي. يلا بينا البيت. يلا يلا يا خواجة، انا دعني انا مستعجل. يلا روح شوف شغلك يا خواجة، شوف شغلك. ميرسي مسيو خاصة، انا راح نروحه. وبعدين بقى في المصيبة اللي جاية لنا من أتينا دي؟ أنا محتارة يا حسن ومش عارفة أعمل إيه. الله، شكل عقلك دي جوازة؟ ده والواحد كل أكلة مش على معدته بتتعب معدته. إيش حال إذا كان واحد هيتجوز واحد ما بيحبوش قلبه، هيعمل تلبك في مصارين قلبه؟ طب قول لي أعمل إيه وأنا أعمله؟ يا خراب أسود، ما تشغلي مخك، قدامك حاجة من الاتنين، يا أبو سكسوكة يا أبو علي، اختاري حد مننا. أنا عايزاك أنت، أنا بحبك أنت يا حسن. أنا مش ممكن أتنازل عنك لأبو سكسوكة. مريكة الحسن وحسن لمريكة. هتعمل إيه؟ أنا عندي هنا واحد مخ نظيف. زي مخ باباه. يا شيخة بقول لك مخ نظيف، هو أبوك لا سمح الله مخ نظيف؟ أنا العموم هتتعب مع باباه قوي، ده عندي وعصبي. ولا يهمك، أنا محضر واحد ملعوب علشان نتجوزك. طب قول لي علي. لا مش ممكن، بعدين علشان دي مفاجأة. طب يلا نروح بقى لحسن بابا زمانه جاي البيت ما يلاقينيش. يلا بينا، الله يخرب بيت بابا. هاتي هاتي يا ندمتو دي تيجي، ما يصحش يا شيخ، خد خد. فين الحاجة اللي توزن؟ ايوه هي. هاتي يا اخويا، النبي ما يصح انك تشيل ده كله ابدا. حاسب يا اخويا توقع حاجة. اسمعي يا اخويا. نعم. انا مستعد اشيل بذلك جبل مقطم، الأهرامات، الكرة الأرضية، بس أرجوك أتوسل إليك، كلمي عني مريكة، قولي لها عن الحب ونار وجحيمه. كبد عليك وعلى النابك، ده أنت غرقان لشاشتك. أيوة يا خوخة، وأنت الغطاس الوحيد اللي هيقدر يشيلني من البحر وقراره، هتكلميها. يا ندمتي، وأنا أقدر أقول لها كلام زي ده؟ لا يا أخويا، أنا ما عنديش الشجاعة. خوخة، نعم. أرجوك عشان خاطري تشجعك. بقول لك ما عنديش الشجاعة. الشجاعة. طيب ادي فيتامينات الشجاعة، هتكلميها دلوقتي. واكلم لك ابوها كمان. لا ابوها. اسمعي. نعم. اهو الجواب، ارجوكي اديهولها كده في السر. هاك ده عاوز كمان فيتامين تاني. الله بقى. فيتامين. امال اطلع. حاضر. ادي الفيتامين التاني، هتكلميها دلوقتي. عيني الاثنين، خلاص اطمن يا اخويا، هكلمها واجيب لك خبر زي الفل. صحيح. عيني. متشكر يا اخويا. طيب يا اخويا. سلام. عن اذنك. انا مستنيك هنا على القهوه. حاضر، حالا حقيقي. حاضر. باي باي.
فيتامينات. فيتامينات. غرسون. نعم. عندكم ايه؟ عندي شاي وقهوة وقرفة وكاكاو وسحر. اديني صبر. نار يا حبيبي نار حبك نار يا قلبي عندي كيف بس مالك يا اختي؟ حد يكشف وش عبد الحليم حافظ؟ زعلانة شوية يا اخويا ضربة في قلبي اللي زعلك، مين هو ده؟ بابا بابا وده كلام برضه، ده انت ضناه، ده انت بنته، ده انت حبيبته، ده انت البونبوني بتاع هو. عايزني اتجوز واحد ما اعرفوش وما بحبوش وكمان عنده دقن بسكسوكه. وبيطلع ايه ده؟ من اتينا واحد جاي يخطبني اسمه ماركو كرياكو. ولا يهمك، ان شاء الله هيجيلك خبر قبل ما يوصل. خدي خدي. ايه ده؟ ده جاوب واحد الدهولي تحت عشان حضرتك. تاني مره ما تاخديش حاجه من الراجل ده. ليه؟ والنبي يا ستي ده حلو. هو ايه اللي حلو؟ خطه يعني. بريحوخه. نعم يا خواجه. امسكوا ال 5 جنيه دي. دي علشان انا؟ لا، دي علشان تجيبوا شربات، حلويات، جاتو، زهر كتير، ورد. بكره الفرح بتاع المريكه. اوكي. تليفون المريكه تيجي. نايم ليه؟ بكره الفرح بتاعي. بدل مين يمذكر يا ماركو. خوخه. نعم. طمنيني. ها؟ كتبت الرد؟ لا رد ولا صد، مفيش فايده. ازاي؟ كده جالي عريس من اتينا اسمه ماركو. ماركو؟ اذا كان هو ماركو انا ماركو بولو. ما تعرفيش اوصافه ازاي؟ ما اعرفش والله، امريكا بتقولي له ده. له ده؟ اي. روح اشتري الملابس. خلاص، روح اشتري الملابس والحاجات الحلوه. انا عارف. معلش يا ستي ما تزعليش روحك، اللي يصبر يا مينون. متضايقه يا خوخه، متضايقه. ايه 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 الخدوته دي؟ عملتوا حركه؟ لا ريش جاي النهارده. ايه؟ جاي النهارده؟ بعد التليغراف جاي النهارده. خوخه. نعم. خدعتوا الشربات الحاجات والمحتاجات؟ كله جاهز يا خواجه. شوف مين؟ اما راح اشوف مين؟ كلميرا يا خواجة. الخواجة يعني موجود؟ موجود. مدمازيل أمريكا موجود؟ موجود. آه الحمد لله. مخصوب كياني كرياكو ماما دوبلوس اللي هنتجوزته أمريكا ونستنى السبا السابعة. أهلا وسهلا. أهلا بيك، أنا أهلا بيك. من فضلك اديته خبر لو تسمعه. يا تفوصل ساكتة تقول إنه. بسلامته جاي، بسلامته شرف، بسلامته وصل. هو مين ده؟ العريس. ماركو. يا اهلا سلامتو. ازاي حالك؟ ازاي كنت؟ خباري. هاتي خباري ورحمة الله وبركاته. انت كلمت عربي؟ أم أنا خبيب، أنا كلمت عربي، نكتبت عربي ونرقصت عربي. ليه؟ ازاي دي؟ اصل الماما بتاع انا كانت بترداني ملوخية. ملوخية؟ ليه؟ كل الناس كده. اما واحد يرضعته ملوخيه يكلمته عربي، لما يرضعته ويسكي يكلمته انجليزي، اما يرضعته مكرونه يكلمته طليانو. لازم انا رضعته فاصوليا علشان كده انا كلمته الرومي. تماموس تماموس. خارستوكي. ودلوقتي كريو ماركو اتفضل في الصالون شويه. خارستوبولي. تيبوتا تيبوتا. ريخوخة. نعم يا خواجة. خالة نودي له واخد فياسكا جبروسي ويا المزيليكيا. حاضر من عينيا يا خواجة. وسلاخه. اهلا يا خواجة. وانت دلوقتي تعالي استني ويا العريس بتاعك. اوشي بابا. كلمي. صحش. انا كلمته. خش ويا العريس بتاعك، يعني خش ويا العريس بتاعك. اسمع الكلام بتاع بابا. يلا انت بمشي. خوخة. ايه ده مريكا؟ ايه ده؟ يا سكريو ماركو. ماركو مين؟ قولي كيريو حسن. حسن؟ ايوه حسن، بس ما تزعقيش عشان تودينا في داهيه. ايه الحكايه دي؟ الحكايه زي ما انت شايفه، اتحولت من كيريو حسن الى كيريو ماركو بشويه مكياج عشان اتجوزك.
لكن ده ماركو الحقيقي بعت تلغراف لبابا وهيجي النهارده. انا اللي بعت التلغراف، ايه رايك بقى في الحيله دي؟ بس انا خايف عليك يا حسن، بابا مكر كتير بعدين يعرفك. ما تخافيش مش هيعرفني ولا حاجه، شربني بالهنا والشفا. ايوه ايوه ياسو ياسو. فين الحسود في واحدود يا خلاوه؟ اخ يا روخي، ايه رايك كير يا ماركو في العروسه بتاعك؟ اخ ما انا موتو كلايني في زيني خطو زونيري. وانت ماريكا ايه رايك في العريس بتاعي؟ كويس كتير بابا. ايوه امسكتو دي وبعدين دي، النبيت والخضره والوش الحسن. حسن؟ ايوه يعني خلبه يعني الزليل. يا شيخ قول كده من الصبح وقعت الركبي خضتني. تلغراف عشانك يا خواجه. تلغراف منين بري؟ ايه فيه؟ ازاي خدريتك هنا وكتبته في التلغراف انت يجي بعد 2 يوم؟ ايوه بس انا مش بعته التلغراف دي. ازاي ماركو الاسم بتاعه؟ دي ماركو مزيف، انما انا ماركو مسجلري. بري انا مش افهم حاجه بري. بابا لازم اللي بعت التلغراف ده واحد فلسو. لازم اعرف انك انت واخد غني عنده برادس كتير عاوز يتجوزته ماريكا سفسافا. اما تفلي بافتو تي انترو بتا سباسو تي كفالو. ها تفالو لا ولا فالو. ها تفلو تي انترو بتا سباسو. اوسي 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 اوشري اوشري اوشري. ايه اوكي باري سيا سيا كان اخوك سيا كان ري سيا. ايوه ايوه كالسبيرا ما دومي كذا كلمة كيدمير انت مين يا ابن العادي؟ انا العريس ماركوس كالياكوس. ايه نجالة استاذ فهلاوي ما تزعليش لحسن حد يسمع، قوم قول لهم العريس ماركوس كالياكوس وصل. اتنيل اقول لهم ازاي اذا كان العريس الاولاني جوه. بتقول ايه؟ هو هنا؟ امال ايه؟ لا مفيش غير الزواج هنا يا خواش يا مرعوب. مش خواش هتهرب الميدان. انت عايزاني استنى لحد ما لما اكسره؟ إذا كنت بتحب ماريك لازم تستنى وتهوشهم لحد ما يصدقوك ويزوغوا العريس الأصلي. عندك حق، ما فاز باللسات إلا الكسور. حلاوتك يا جسور، عن إذنك لحظة واحدة. كاتب ميكالو كوتي ميكالو كاتب ميكالو كوتي كاتب ميكالو كوتي كاتب ميكالو كوتي كاتب ميكالو كوتي. جاهزة. فين دي؟ مستني برا. كاتب ميكالو كوتي كاتب ميكالو كوتي يعني كاليميرا. خدريتك مين؟ ماركو كرياكوس. يا ماماكا اثنين ماركو كرياكوس؟ مين الاصلي ومين التاني؟ انا الاصلي. خدريتك بعتوا التلغراف دي؟ ايوه. ايه في التلغراف دي؟ في كلام. كلام ازاي انت يجي النهارده والتلغراف دي مكتوب انت يجي بعد 2 يوم؟ أنا غيرت رأي، أنا عاوز الجواز أوام 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 أوام. أنا المخ بتاعي ريجي ترلالي، ريجي ترلوس. في واحد ماركو تاني هنا. في واحد تاني هنا؟ أيوه. وريلي وشه عشان أكسر وشه. أنا يجيبه هنا. نجيبه حالا. اصبر يا رب. نجيني يا رب، الحقني يا رب، والنبي يا رب. اخ مانا ايه في ايه بابا؟ إيه؟ انت عارف مين في بره هنا؟ مين؟ ماركو. ايه ماركو؟ ايوه. امال ده يبقى ايه؟ مارتو. انت لازم يجي معايا يشوف الماركو. ايه؟ انا اخرج نقابل واخد خرامي زي دي؟ ايه انت خايف؟ فسر، انت جيبه هنا انا فسفسه ليه؟ انا يجيبه هنا. اعمل معروف هربيني زواغين. ما هو لو انت هربت الحكايه هتبوظ. ايوه ما انا كمان لو قعدت وشي هيبوظ. تسمح تيجي معايا؟ على فين؟ هنا في الصالون الصغير. لا انا مبسوط هنا، هنا طراوه وجنب الباب. لا ايوه لكن هناك في الماركو الثاني عاوز اشوف. انا ما اقدرش، لحسن عصبي ورومي حامي ونظري ضعيف، خايف اضربه سكينه وتبقى مش كويسه. ما هو لازم تهوشه وتطفشه، امال بتحبني ازاي؟ ايوه عندك حق، انا مش هتنقل من هنا الا وانا محمولا على اعناق الحنوتيه. نايس، ما هو انت يا تيجي معايا عند الماركو الثاني يا نوديك الكراكون. كراكون؟ يعني اسخبها. لا ما نسخبهاش. يعني انا سهران انا سهران انا سهران. شو العواطف؟
انت بابا؟ ايه ماركو؟ وين ماركو؟ انت ماركو؟ وانت ماركو؟ انت نصاب؟ انت محتال؟ انا هموتك، انا هحلوك، فما حدش يمسكني، وني ما حدش يمسك فيك، ما حدش ماسك فيكم. اه طب ما تمسكونا، عاوزين نعمل جريمه يا ناس. عارف استاذو حبيبي استاذو، ما فيش استاذو، انا لازم نفاس في سرعته. استنى بريك، كل واحد يوريني باسبور بتاعه. ها؟ وري له باسبورك. وري له انت باسبورك. المرموري يا شيخ المرموري. ايه؟ اخ افتح الباب. اما زيني يقولوا كيس يا برامي انا بتدرس سؤال رايك ايوه مرحبا هادم براسي يا ستي يا سبت يا عبي يا خبر اسمه الزقني دلدل انت مين يا صغير ماركو كيف قاعدكو يا صغير ايه ده ايه كراي قلبك جامد يا خواجة هي الحديد ماركو كرياكو يا دهبي الباقي يوم ماركو بابا 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 خوخة خوخة هاتي كلانيا حاضر انا عليك يا خواجة ثلاثة مركب يوم واحد يا خبيل يا خبيب يا نصاب حرام يا حاج باولو حسن احنا بوين ولا يمين ابو لحيه ده ماركو بقى بذمتك ماركو ده يساوي ضفر ايدك بذمتك ماركو ده يساوي ضفر ابدا ابدا حسن انت صعبان علي وانت صعبان علي اكتر يا لائمي في حبي وغرامي الحب مشعلر في القلب وفيه فلفل حامي القول يا اخوي احنا ازاي قاعدين مع بعض مع العلم كنا هنقطع بعض علشان خاطر مالك ايوه لما شملنا خيبه الامل والحب الشنيع الفظيع طب بس يخلصك انت واحد زي ماركو يلطش مننا ماريكا وما فيش حد مننا أبداً يتجوزها ابدا لازم واحد فينا يتجوزها انا وليه ما كنتش انا نلعب عليها نلعب عليها ايه عشرة طاوله لا يا كتابه يا صوره تاخد ايه الصوره مغمض عينيك مغمض واحد تاني استنى انا قلبي حاسس أنا اللي ست طب ركب وادي إيدك على قلبي وأنا أحلف لك أمام الله إني أكون ساعدك الأيمن في هذه المعركة الفاصلة فإما أن تنتصر وإما أن تتزوج عندك حق دلوقتي أنا عاوز أشوف بريك عاوز أعرف حاجة عن أكبر حاجة بسيطة يلا بينا على الصالون صالون مين يا عم ده لو أبوها شافنا هيشغل فينا عدته ومواجهة يلا ضيف ده مصاص الماء انا عارف طيب عندي فكره كان في التليفون هي دي الوداع يا مريكا الوداع يا مريكا بس هلو هو انت ايوه انا طمنيني حصل ايه العريس لبسني الدبله كان لازم تلبسيه كرسي ازاي تقبلي بابا كان هيقتلني عيطت له سخسخت له مفيش فايده طيب وانا اترك نعرف اطلع من المولد بلا مريكة انت معاك قلبي لا يا مدموزيلا قلبك لوحده ما ينفعش انا عاوزك كلك على بعضك يا ريت يا حسن لكن اعمل ايه طيب انا جايلك علشان اشوفك ضروري اشوفك اوعى تيجي الصالون بابا حالف لو يشوفك هيعمل الواجب مفهوم طب انا هجيلك الليله في الكازينو وماركو كمان جاي الليله في الكازينو هو يخرب بيته هو ورايا انا خايفة عليك يا حبيبي ده مصارع مصارع مضادع انا ما يهمنيش انا ضروري اجي اشوفك الليلة اوروفوار يا الخياتوس ياسوس Thank you.
شوف شغلك، خدمتك هتوديني اشغال شاقة. من فضلك سيبيني اكلم الراجل ده. ليه انت عارف انا؟ ولا عمري شفتك قبل كده. من فضلك انت مريكاكي، بيسلمني مريكاكي. اسمك ماركو كرياكو. ايوه انا اسمي ماركو كرياكو، لكن ازاي انت عرفت الاسم بتاعي؟ الكلاكلا بالسحر الهندي. قومي بجد خدرتك هندي. انا الفقير هينجا زوجو هينجا بوتاكاز كينجازو اوف كف. برافو بروفيسور ماتادور، انا شوف المكتب بتاعي في ليدي بتاعي كويس. انا شايف في كفك عروسه. عروسه؟ برافو، ده تبقى عروسه. عروسه بتحبك خالص. ميرسي. شايفها فين؟ شايفها فين؟ ماسكه صورتك وحطها على قلبها وعماله تبوس. يا حبيبتي يا مريكا، يا روحي يا مريكا، يا ابسخيمو يا مريكا، يا حبيبي يا حبيبي. لا قولها لي بالرومي. اوه يا حبيبي يا خبر، يا خيطة من الهاوس بتاع القلب يا مريكا. في يوم، في شهر، في سنة، يعني ايه؟ هتموت. هموت. عينيك خضرة، لونك مخطوف، ريقك ناشف، علامات الموت، لكن ما تخافش. كل ده مخطوف في اليد بتاعي؟ ما خفي كان أعظم. أنا عندي دواء يطول العمر، معمول في بلاد الهند، يطول العمر ويمد الإنت. ميرسي ميرسي، دين الدواء ده وام فين؟ اشرب للآخر، هعد من واحد لعشرة. نشرب كل ده؟ كل ده مرة واحدة. هبتدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. اشرب. لا، لازم كله مرة واحدة. امسك صحتك. أخبار أبوك إيه دلوقتي؟ مش الحمد لله صحته زي الزفت؟ مسكين بابا، دي أعصابه تلفانة خالص من اللي جراله امبارح، والدكتور قال له لازم تستنى في البيت 3 أيام. لازم يستنى 3 سنة. طبعًا إذنك بقى، ده زمان ماركو جاي وتبقى مصيبة. ماركو مين؟ ده أنا النهاردة واكله سبانخ، سبانخ كله خديت. لكن ده مصارع وعضلاته جامدة. ولا يهمك، زمانه في 7 نومة. من شرب الويسكي؟ لا، من شرب التمر. إني عمرك حيقول. كيميسو كي بارينجيلا ستي بوليتا أفريكا سو ستي بنتيا داروخا.
ولا بعدين ماركو يشوفك معايا تبقى مصيبه. ماركو مين دلوقتي؟ تلاقي ماركو في سابع نومه. دي انا متسكاسي على انتو دي مسرح اخو وماركوس يرجع واخد مالا بالخانة والشيوة. عملته كده؟ ما لسه كده يعني هو عملته كده. مش يزعل ماركو. مش يزعل زاي. مش يزعل زاي بري يعني لم بتاي خلاص لم بتاي جل سيسباس بالصابون اللي خطه جوه. يا روخي يا روخي. انا الدماغ بتاعي يجي كرشك زي البوم. خلاص خلاص انا مش خايستان انا في الكايرو خلاص انا خايسافر في اتينا مش عاوز نتجوز خايسافر. كلمه خايسافر عشان ايه؟ علشان ايه؟ علشان تملي بيشوف الراجل ده خاصاً مع امريكا لازم في خب لازم في امور انا هيسافر مرين انت المخ بتاعك زي العيل الصغير انت مش سميته الغنوة الخلوة بتاع ام كلثوم ام كلثوم ايه الغنوة الخلوة بتاع ام كلثوم هو اتكلم كده ومنيله المطالب بالتمني واللي يكسبته الدنيا الغلابة كلام الفارق ده والغنى والكلام الفارق فريلان بتاعي مليان شتا وفلفل وبتقول غنى دلوقتي انا هيسافر لا 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 مش هيسافر سخيف هناك في شتا هناك في شتا مريكا وريل مريكا هيا يلا في حاجه بطلت انت يعرف ايه الرايه وسكينه ايوه اللي بيذبحوا الستات البابا بتاعك دي رايه وسكينه عشان ايه؟ علشان انا رايح يذبح انت ريخ خوخه جيبوا السكين الكبير بتاع الجبنه يذبحيه عملت ايه بابا؟ على سمنتي مش يخب تاني الخشن مش يشوفه ابدا الخشن يا حسن يا خوي الجنينه يا حسن كشري انا مش عايز اسمع الاسم بتاع الخشن في البيت دي ابدا يا اما انت مالك يا خوك معبرك كده ليه؟ جيب انا ليه؟ ليكا على سمنتي مش يموت في كيس كلمته حالا أشهد لا إله إلا الله بابا أنت بتتكلم جد حرام عليك أنا ناس صغيرة لا كويسة كده حلال ماركو الحلال يعني من فضلك خلاص أنا سميخته ماريكا أنا بخباوي ماريكا شوف إذا أنت مش عاوز يموت مش يروح خيب من أي دكان ومين يقعد على كيس يا بابا؟ خوخة؟ نعم تعالى هنا أنت مش استنى في البيت دي خلاص يا ندمتي بتطردني يا خواجة لا وري أنت يروح يشتغل في دكان يروح يمسك الكيس ربنا يخليك ويعلي مراتبك يا خواجتنا مغاب 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 خلو هنا يا دلعادي صالون رومي كايو امال عايز ايه؟ الاسعار فرقت بنت يا جدع اصبح على الصبح لاجي انزل لك صف اسنانك انت عاوز مين؟ عاوز ماريكا ايوه ما هي ماريكا هي الاسعاف اللي بيسعف قلبي اللي بيداوي جرح قلبي قد ضربه في قلبك انت مين؟ فهلاوي؟ لا الوش التاني حسن اه ازيك يا ابو علي؟ اهلا يا ام علي ام علي مين يا مشمش؟ ده انا خوخه يا واد خوخه؟ ادي الدوخه امال فين ماريكا؟ ماريكا؟ ماريكا خلاص ابوها حدد اقامتها محجوزه في البيت على طول اسفخس على صباحك العكر وايه السبب في كده؟ السبب حضرتك عمال تنط وراها من الدكان للكازينو لحد ما خليتها خلي وتوب يا نهار اسود يعني مش هشوفها تاني ما كانش يتعاد بعد ما تتجوز هياخدها العريس على طول على اتينا ما تتفضل تحلق هو انا هحلق دقني بعد كده ده انا هربيها حدادا على الفقيده يا خبر اسود ايه ايه بس خير خير اه خير بالقفه خير بالانتار قلتم معايا يا فهلاوي على ايه على بختي الاسود تصور الراجل ابو ماريكا حبس ماريكا في البيت لحد ما تتجوز إيه؟ وبعدين العريس هياخد ماريكا ويسافر بيها على اتينا انا حاسس يا فهلاوي ان قلبي بيتشوي على شباك الحياه ايوه الحب
ترفق بصديقي فإن قلبه يتعذب بالحريق. يا أخويا أنت راخر بلا شعر بلا نيلة، ما أنت شايفني في النيلة السودة دي وعمال تقول لي شعر. أعمل معروف، شوف لي طريقة عشان أقابل مريكة، أعمل معروف. ثانية واحدة ثانية واحدة بس، وجدتها وجدتها. وحياتي بس ما تقولش يا ميلك واحد درجي من سجليبة. أنا مش أخت خوخة بعتتني عشان أشتغل بدالها، عشان النهاردة هي بتشتغل في الصالون. يا مسمسة يا مسمسة، لكن الوش بتاعي في شبه من العفريت خاص. ياخديه! ما العريه! اوعى تمسك في العفريت! دول مش يخاف، مش يخاف، بيخلاتوا من 47 خراج. وامتى هستلم الشغل يا خبار؟ دلوقتي حالا. تعال يلا خوك ولو بتدور رايح على ايه؟ خش هنا جوه دستور. يطلعوا مين دول يا خواجه؟ ولادك؟ لا، دي البنت بتاعي مدموزيل مريكا. يا اختي عليها قمر والنبي قمر. بص يا حبيبتي، فين خواجه ماركو العريس بتاع بنتي؟ بصيستي. لا يا اخي بصيستي، برينتي لازم يرد في الخواجه ماركو وكلم سلامات على سانك. يا خراشي لا يخوف، يا اصل جوزي محرج عليا ما كلمش رجاله بسكاسين. طب خلاص، رحتوا في المطبخ مسكتوا الغسيل. انا ما اعرفش فين. تعالي يا شابه والنبي وريني طريق الغسيل. ايه انت جاي هنا يغسل هدوم ولا يغسل وشه؟ يا اختي ما تبقاش يا خواجه، هو كله زي بعضه زعلان ليه؟ مع العلم بنتك دي تبقى زي اختي. تعالي يا اختي، تعالي يا اختي. انا بقى خايفه لا يكون عرفك وناوي يعمل فيك في مقالب. مقالب مين؟ ده انا اعمل مليون مقلب في ابوكي. اسمعي انت، ماركو ده ما تتجوزيهوش، هتتجوزيني انا. ازاي بس يا حسن؟ ده ماركو لازق في البيت ليل ونهار. ده انا هطفشولك من هنا، ده انا هرجعه اتينا. ماشي يا ماما. روحي جوام شوفي اذا كان المكواجي قبل خدوم تمام. حاضر يا بابا. يا روح مشمسه مشمسه، انت مشمسيه بالفستيكي. ينجح لك المقاصد يا خواجه. انا رايح يدي، انت مخيه زياده من الخوخه. ما عدمكش يا خواجه. تمسك سيجاره؟ لا يا اخويا انا بشرب دلوقتي معسل. بحبك يعني كيف؟ هاي نجيلة. انت حلوة. الله اختش يا خواجة. انا خبيت انت من اول غسلة. يا ده انت لازم يا خواجة بتشرب نبيت وسخ اوي. بصت ايه يا خواجة؟ عين مخيات المماكة بتاعك هتبص. يا دلع اختش عين. بلاش الدلع وهتبص. حرام عليك يا خواجة، ده انا حرمة دكر. انت الفراولة، انت الموزة ابو النكتة. اتنيل يا ابو مريكة. الله يا عيني يا خواجة. حد معاك يا مشمشة؟ ايوه انا والطشت. برافو عليك. ها؟ اوعى الخواجة النجيلة. عن اذنك هروح انضف يا خواجة. عندك اللوز، عندك خزوطة. انا نموت في السم في البلد دي. فسجل نوبة بابا، فسجل نوبة. انت ما بيزا بقى. قوم يا خواجة قوم. فز فز هنا قوم قوم. البيت كبير، ما فيش مطرح تنضف. مطرح طيب تيجي تنضف هنا. تعالى هنا زبالة كتير قوي يا خواجة. انا مريكة، انا مريكة ميسا. تعالى بس هنا قوم. زبالة استني يا رب. تعالى تعالى زبالة اختصو كل يزين فايس تتلين الاختصو التلاستيكات اللي يزين هنا قبل ويسيت فوت اللي تيفاي. ده انا هخرب بيتك. كاتشا
اغاپي مو اغاپي مو اغاپي مو اغاپي مو اغاپي مو فاز مو ماتيا مسيخي مو ερωτά μου, αναδική μου αγάπη, πίστεψα με πώς αγαπώ. Σ' αγαπώ, θα σε πάρω μαζί μου στην Αθήνα και θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Μαρίκα, κάνε μου τη χάρη. Γιατί με βαβλεύεις με αυτόν τον τρόπο. Πίστεψα με, μάτια, μπράβο, δεν το μακρούν. Ε, μπαλάς την ονάφα του πέτει χρυμπέ. Ανά χαίτη μακρούν την μαντάμ δί. Μαλές, εσύ θα περάσει πολύ άσχημα μαζί μου το πέρα, θα σου. Μα κατάλαβε. Να! Θα κάτσω, Μαρίκα μου, θα κάτσω γιατί είμαι κοντά σου, γιατί σε αγαπώ, γιατί εσύ είσαι η ψυχή μου, είσαι η ζωή μου, είσαι όλα. Μα τχάψ. Αχ, αλλά η αχαβά. Έτσι. Ούτε καμάν. Ελετνή. Γεια. Ναι. Μαρίκα μου. Γεια. ده انت طلعت عينين ماركو ولسه هو انا ليا عزول غيره ده انا هخرب بيته تعالى مريكا انا مش قادر افرقك لحظه واحده حبيبتي وانا كمان يا حسن انا كنت حجني لما بابا كان منعني من الخروج ما كنتش بشوف شفتي انا عامل ست ازاي عشان ابلط هنا في البيت انا عايزاك دايما قدامي يا حسن انا ما بحبش ماركو مش لاقي اشوفه ابدا ومش هتشوفيه ابدا ده انا هطلع على جدته البلع يا خلاوة خمس خضتني يا خواجة ياني رجع ليك برتون برتون اخ مسمسي انت مش يعرف اخ يا مسمسي يا خواجة ياني انت عيان انت العيا بتاعي انت الخنوتي بتاعي يا ريتني خنوتي كنت شلتك على دماغي رخماكي مسمسي يا رخماكي انت مش خس خس لو عملت رجيم حخس لا 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 إيه؟ انا مش كلم انت يجي رفايا لا انا مبسوط منك كده انا عايز يعني يخس يفهم بالاشاره وافهم بالاشاره ليه هو انا بشتغل في المرور انت مش سمعته الشعر الكويس بتاع الشاعر ساوجي انا سمعت عنه وكلمته كده واخد بساتون بعدين واخد دخكاتون شويه كلامه الرندفو يا خواجة الفصاحة دي والنبي مني منك لا روح على طول على المجمع اللاغوي انا عايز منك واخد رندفو فين يا خوي في الصوتخ صوتخ ايوه يا نهار اسود ايوه في القمر في الخوى نكلمته شوية نشربته شوية ناكلته شوية امسك ايه ده؟ دي المفتاح المفتاح بتاع السطوخ انا اجيلك في السطوخ يفتح ويخوص مسمسة انا عايز انت يمسك كويس هنا في الصالون وبعدين يروح يمسك في السلالم وبعدين يمسك السطوخ خلي بالك للسطوخ لازم السطوخ مع السلامة خبارك الحقيني ابوك اداني رندفو يا خبر وهتعمل ايه؟ ولا حاجه ولا يهمك انا هعمل حته مقلب انما سخنه قوي برافو استنى ما اشوف الباب عن اذنك يا اختي هلا انت ليه هنا؟ اسكت نجيلك تعالى ياه انا هقول لك على واخد سر انما يجنن ريه مادموازيل مريكا بعتلك المفتاح دي علشان تطلع لها في السطوح بالليل في الاوضه بتاعه المفتاح علشان يروح في الاوضه انا انت مدام خالو قوي اديني المفتاح انت برافو خد واحد بكشيش واحد فين البكشيش من اول جنيه واحد جنيه علشان انت قوي ميرسي انا ميرسي انا ميرسي ماركو مش لا 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 انا كسيت يالي بوكالا كتكينوني يا تورا ماريكا ما غاب ايه يا رولو ماركو امانو جانس تيجي لي تتورى امانو جانس ازاي عملتوا كده ازاي استغفلتوا انا خبك يعني انا اللي فخمك انا فخمت كل حاجه انت بتضحك على الماريكا بلغت الماريكا
علشان تجيبه كده، مش هي من كده قبل الجواز؟ اخوك تاني انا اخوك تاني. لا 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 دي ايه؟ انت دلوقتي خربشت الشرف بتاع مريكا، لازم خالا اتجوزته. بس خلاص انا خالا اتجوزته، انا اتجوزته بعد بكره يعني خلاص. انا استنى الساخي لغايه بعد بكره. خلاص يا حبيبي نار بودك نار اربع حسن خلاص يا حسن، مفيش فايده يا حسن. ايه في ايه؟ بكره عارف بكره يبقى ايه؟ يبقى الثلاث. لا يبقى فرحي على ماركو. يا نهار اسود، ازاي ده؟ بابا عاوز يجوزني لماركو بكره، مش راضي ياجل الفرح ولا يوم واحد. طب وازاي ده حصل؟ المقلب اللي حضرتك عملته في ماركو شربته انا وانت. انت عاوزه ماركو؟ لا انا عايزه حسن. خلاص اهربي مع حسن عبال ما يجي بكره تبقي مسز حسن. بابا يا ماما مسز حسن يا مشمش، انا رايح ينتف وبرك. يا اختي تعبان يا خوابر. انا متضايق خالص. اهلاوي مريكا خلاص طارت، يعني ذهبت مع الريح. لا ذهبت مع ملكو. انا مش عاوزك تيأس ابدا يا حسن. اجمد يعني اعمل ايه؟ اقدم شكوى لمجلس الامن؟ اوسطها مرشول؟ ناس ما عندهمش ذوق ابدا. واحد خفيف ظريف ابن حلال زيك يفضلوا عليه حيوان مفترس والعياذ بالله. لو كان عندهم نظر كانوا اختاروا الحيوان الاليف. حسن؟ نعم. حالتك قطعت قلبي. ربنا يخليك. فلنفترض انها ماتت. الباقيه في حياتك. حياتك الباقية سعيكم مشكور. الفاتحة على روحها. نمشي بجنازتها. نمشي. كانت لطيفة. فاكر عينيها؟ فاكر كلامها؟ فاكر ابتسامتها المغرية؟ الفتح. فهلولو أنا عندي فكرة خطيرة جدا. إيه هي؟ فرص بفليك أنت تلاز أنفكتك. يعني قصدك هيك يا دهيك. بس دي خطة مدهشة. غدا نزحف على منزل مريكا زحفة ونخطفها خطفة. كفة كفة. الفرح امتى؟ بكرة. مديش ادي حيلك كلنا لها جواب على الارض العباد. ايه مريكا يا تيتا كانت تيتا موتر على لسان الوش بتاعك زعلان، لازم يتقعد الفرح بتاعك. يلا 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 سوا سوا نروح الكنيسه كيمي كنسية. يلا يا خباتي. انت مليان وزين مليان وقلبك مليان شجاعه مليان. هننتصر ان شاء الله. يا حرامية! طبعا! أبرا مريكا حتى لو أنت فاتتك منها! حتى تقولوا على الأوسة اللي هيخطف روحك! أبرا!
الماكينه. يا هلا يا هلا. لا روسه خيروش. واد يا شباب. ما تعرفش راح فين؟ يمكن سافر عند امه وبيه. تعرفيش بلده فين؟ بعرف بلدهم اسمها كفر الزعبلاوي. هو ضروري راح هناك، لازم تدي اخباريه في الحكم دريه بتاع الزعبلاوي. يا كفر الزعبلاوي، كفر الزعبلاوي، ايوه خد الاشاره دي، مطلوب القبض على حسن حمص وماريكا يان وارسالهم على وجه السرعي وتحت الحراسه، مفهوم؟ الخواجه ده بيتهمك بانك خطفت بنت ماريكا، ايه اقوالك؟ يا فندم انا ما خطفتهاش، انا راجل شريف وغرضي شريف. اتنين بيحبوا بعض وعاوزين يتجوزوا بعض، ده مختصر مفيد. لكن انت مصري وهي يونانيه. يا فندم الحب ما فيهش لا وطن ولا دين ولا مله. ابدا. الماريكا يتجوز الماركو. ايوه، ماريكا يتجوز ماركو، انا ماركو. ماريكا مش هتتجوز غير حسن لانها بتحب حسن دراكولا. انا بحب ماريكا. انا شربت الدم بتاعك في واحد يا نهار اسود. سامع حضره الضابط عاوز يشرب دمي، انا ملياش دعوه بقى اذا جاله تسمم. ده مصاص دماء باين عليه. اوعى سيبني، سيبوني بقول لكم. سيبوا عشان انت اهو، سيبوا يطلع. السلام عليكم. سلام. فين فاجان؟ عبد السلام البخاري؟ امال عبد السلام النابلسي؟ انا رحت لك الدكان قالوا لي راح البيت، رحت على البيت قالوا لي جاب الكراكون، واديني جيت اهو. فين بنتي؟ انت مين يا راجل انت؟ في ايه؟ انا يا فندم كنت بشتغل صنايعي في صالون الخواجه اني، وبعدين بحلق واحد زبون انذبح غصب عني. يا سلام. حكموا عليا ب 15 سنه سجن، سبت بنتي بهي وعندها 7 سنين امانه عند الخواجه اني، والنهارده خلصت مده السجن وافرجوا عني. فين بنتي؟ الكلام ده مظبوط يا خواجه اني؟ مظبوط يا خضرة الزابط. وهي فين بنت الراجل ده؟ موجودة عندي، ما هي دي المريكة. يخرب بيتك. مريكة؟ المريكة هي البخية والبخية هي المريكة. طب وازاي ترجمت بهية إلى مريكة؟ عشان مش ممكن اللي يعني يكون عنده بنت اسمه بخية. حلو، فرجت. دلوقتي بهية ما تجسي الماركو. أيوة. اسمع يا راجل. نعم. أولا مبروك لخروجك من السجن.
ثانيا انا عاوزك في حكايه مهمه جدا لما نخرج بره. واغني يا حلاوتك فرحان لفرحكم يا حلاوه وكمان متخني كده اهو رقصني يا جدع يا ولد يا ولد قالوا منين القبايل قلت انا جريدي يا ولد يا ولد اخ يا ولد قالوا لي تيجي الفرح قلت اخيدي يا ولد يا ولد اخ يا ولد وخسر وام خسر وابو خسر وكل الخسنات الف مره الف مره الزيت وبنزلوا ومال يا اخويا اشتغل يا استاذ